مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام لما كنتم، مرحبا بكم في هذا العدد الخاص بأولمبياد باريس، حيث انطلقت اليوم في الحفل الافتتاحي الخاص بهذه الألعاب الأولمبية في الألعاب الأولمبية 100 في تاريخ المنافسة الأولمبية، والتي ستعرف مشاركة الجزائر في هذه التظاهرة الرياضية ب 44 رياضي في 15 تخصصا رياضيا. الحفل الافتتاح انطلق قبل نصف ساعة من الآن في لاسان الفرنسية، والتي عرفت دخول الوفود المشاركة في هذه الألعاب الأولمبية عبر قوارب خاصة، ستكون من البداية من لاسان إلى غاية طرو كاديرو والخاصة بفرنسا. حفل افتتاحي يقال عنه سيكون استثنائيا، وسنتابعه سويا بالصور الخاصة بالوفد الجزائري الذي دخل في حفل الافتتاح ب 29 رياضيا. كما قلت، الجزائر ستشارك في هذه التظاهرة الرياضية بهدف تسجيل إحدى الميداليات، تتويج بإحدى الميداليات ووضع نكسة أولمبياد طوكيو على خانة النسيان. وكل هذا سنفصله ونتحدث عن الرياضيين الذين سيدخلون في غمار منافسة الألعاب الأولمبية بداية من يوم غد السبت، رفقة ضيوفي الكرام. البداية بعز الدين الصخري المدرب والأعداء السابق في المنتخب الوطني، أهلا وسهلا بك. شكرا للمشاهدين الكرام، بارك الله فيكم. مرحبا بك. وسيكون معي كذلك المناجر السابق في رياضة الملاكمة والمنظم الدولي ومدرب سابق لعدة أبطال جزائريين في رياضة الفن النبيل، محمد قنيف، أهلا وسهلا بك. أهلا بك وبارك الله في الدعوة اللي وجدتها لنا أنا وزميلي الصخري، يعني وإن شاء الله نكونوا في الصور إن شاء الله. شكرا لك محمد قنيف. وعز الدين صخري، البداية كما قلت الحديث عن النخبة الوطنية التي ستدخل التظاهرة الرياضية أولمبياد باريس 2024 من أجل الظفر بإحدى الميداليات، خاصة وأن الجزائر سجلت خلال مشاركتها 14 ب17 ميدالية، وكانت كل مشاركتها السبعة هي التي حققت فيها الميداليات، بينما تعود آخر الميداليات إلى البطل الجزائري في ألعاب القوى توفيق مخلوفي بثلاثة ميداليات في مختلف النسخ من الألعاب الأولمبية، من بينها أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل، وكذلك التي كانت في 2012 بلندن بميدالية ذهبية أهداها إلى الجزائر في رياضة الألعاب القوى. كما تتابعنا، كانت هذه الصور الخاصة بالوفد الجزائري قبل دخوله في القارب الخاص بالبعثة الجزائرية التي ستشارك في أولمبياد باريس. لباس تقليدي هو الذي زين به الوفد الجزائري في هذا الحفل الافتتاحي صخري. كما تتابع هذه الصور خاصة بالوفد الجزائري باللباس التقليدي حتى نحط البصمة تاعنا في الأولمبياد بداية، أقول بداية يعني رائعة إن شاء الله مع هذا اللباس التقليدي اللي هو يعني يمثل التقاليد والهوية تاع الجزائر وتاريخ تاعها، وكل بلد يحاول أن يكون يمد صورة جد طيبة وإيجابية باش يمثل البلد تاعه أحسن تمثيل، خاصة في هذه الألعاب وهذا الاحتفال العالمي الكبير اللي شاهد فيه كل يعني حوالي 3 ملايين مشاهد من كل أنحاء العالم. إن شاء الله نتمنى إن شاء الله تكون إن شاء الله حسب المشاركة هذه تكون إن شاء الله مشاركة إيجابية، ونتمنى إن شاء الله ميداليات للجزائر إن شاء الله باش نشرفوا الرأي الجزائري إن شاء الله. وبأنه كل الأمل معلقة أيضا على ألعاب القوى صخري، يعني دائما هي إن شاء الله ألعاب القوى حتى الملاكمة وجيدوا يعني كانوا يعني دائما خلوا البصمة تاعهم من خلال تحصلهم على عدة ميداليات سواء ذهبية وفضية وبرونزية، إن شاء الله يعودونا دائما
باش يكون دائما في منصات التويج ان شاء الله، ويفرحوا الشعب الجزائري والشعب العربي كل ان شاء الله. قبل ان نواصل الحديث عن الالعاب القوى، كذلك الملاكمه هي الرياضه التي تتواجد في وصفه ترتيب الميداليات الجزائريه بمختلف النسخ، 6 ميداليات ذهبيه وخمس برونزيات في مختلف النسخ من اولمبياد والالعاب الاولمبيه. الملاكمه يعني من لوس انجلوس 1984 يعني اللي حاز بها زاوي محمد وموسى مصطفى ربي يشفيه ان شاء الله، حازوها لاخر ميداليه لمحمد علالو اللي جابها في سنه 2000 من 2000 ليومنا ما جبناش حتى ميداليه. الامال متعلقه في 2024 لي بريفيزيون يعني توقعات التوعي على الاقل 2 ميداليات ذهبيه ولا لا ما نقولش ذهبيه، واحده زوج ميداليات يعني زوج ميداليات، باسكو كاين عده عوامل ومنهم الكولاشه ومنهم ديجا عندنا ملاكم قاضي الوزن الثقيل طاح مع ملاكم فرنسي راح يلاكمو في بلادو في فرنسا اوتوماتيكمون تكون الكولاشه فيها، يعني ملاكم اخر اتبقى طاح مع ملاكم كوبي يعني اختصاص كبير في الملاكمه بالنسبه للكوبيين. الكوبيين نعم، يعني ورغم التحضيرات الجيده اللي راهم قايمين بها، يعني اول خطره وين داروا تحضيرات جيده، يعني عطاهم لي كونترا كل واحد وين راح يلاكم، اما نخليه صافي عامين ملي تعطاوه الكونترا وكاع، وراهي ولات في الاحتراف، ولات محترفه، وشاركت في بطوله عالميه، يعني النسخه اللي وصلت 2 خطرات النهائي هكذا. درت لي تورنوا يعني وخرجت ميداي دور يعني ذهبيه، وربحت هذو الابطال اللي راهم راح يطيحوا معاهم، يعني نقول لك 99% تجي ميداليه ذهبيه، ربما كاين حاجه اللي ولكن شتي ميداي هي وبوعلم رميصه، هذو الامال متوقعين عليهم، حجيله خليه في جديده يعني الامل متوقع لها، ولكن مازالها المستقبل القدام. وعندها امكانيات كبيره حتى شفناها في الالعاب العربيه والالعاب الابيض المتوسط، عندها امكانيات كبيره، وهذيك المستقبل للجزائر ان شاء الله، يعني هذوك وهذو قادي وكاع كيف اول مشاركه تاعهم في الالعاب الاولمبيه، لكن يجب استغلال هذه الفرصه محمد قنيف، لما تجيك فرصه في الالعاب الاولمبيه هي النسخة بعد 4 سنوات، تحضير يكون كبير قبل هذه المنافسة، لكن الخبرة تلعب دور أكيد، ولكن عليك أن تستغل هذه الفرصة. الخبرة تلعب دور، ولكن أنا نظن باللي السنة وين يعني الغلطات اللي كانوا يديروهم على مستوى يعني التير تاع الملاكمين، السنة وين خذوا بعين الاعتبار يعني ما تسهلوش، ملاكم وصل يعني كاليفيتو وصل للنهائي باش يدير العاب اولمبيه، خليه يحضر وين يحب، اعطي له البيجي تاعو وخليه يحضر، اما خليه في راحه امريكا ولات محترفه ولات كذا، يعني راهي قدرت المدرب الكوبي هو اللي اطرها في الفتره الاخيره، المدرب الكوبي راه معاها، ويعني مدرب كوبي، وكاين ناصر يفصح اللي راه يواجه. نعم، سنواصل الحديث أكيد عن الرياضيين الجزائريين. صخري عز الدين، إمكانيات كبيرة قدمتها الدولة الجزائرية لهؤلاء الرياضيين من أجل التألق في هذا المحفل القاري، خاصة بعد نكسة أولمبياد طوكيو. هي في الحقيقة أول مرة شفنا يعني البيجي تاع لي زاتلات هو أعلى بيجي من يبدأ تاريخ تاع الرياضة الجزائرية، وهذا يعني كله من طرف الدولة ومن طرف وزارة الشباب والرياضة اللي مدت كل الإمكانيات للرياضيين باش يكونوا في الموعد، يعني وباش يحصلوا على نتائج إيجابية في هذا، خاصة باريس عندك ساعتين بعيدة على الجزائر، وعندك الجالية الجزائرية اللي راهي بكثرة حوالي أكثر من 4 ملايين ولا 5 ملايين جزائري تما اللي راح يحسروا روحهم يعني في بلدهم، وتكون ان شاء الله منافسه قويه وتكون تحفيز للرياضيين الجزائريين باش يكونوا يديروا نتائج جد ايجابيه ان شاء الله. احنا نتمنى ان شاء الله يروحوا للنهائي، لوبجيكتيف نيميرو 1 يروحوا للنهائي،
وبعدها يخم إن شاء الله في الميدالية. لأنه أنت تعرف حتى الرياضيين في لعب القوى عندك إمكانيات كبيرة، أنت مدرب، كيف تقيم مستوى الرياضيين المتألقين لحد الآن في الألعاب القوى وخاصة المتأهلين منهم إلى الألعاب الأولمبية؟ شوف، منذ 4 سنوات تكلمنا على الرياضيين الجزائريين وتقهقر ألعاب القوى، رياضة ألعاب القوى في هذاك كان غير مخلوف برك اللي دوميني في نيفو مونديال. صح. المشكل اللي كان فيه ما كانش عندنا عدائين يشاركوا في الدوري المسي. الآن أصبح عندنا عدائين منذ 2 أو 3 رياضيين يفوزوا بالدوري المسي كما كان من قبل في التسعينات، مرسليب والمرقب رهبي، ومن بعد جاء مخلوفي، من بعد جاءوا العدائين تاعنا رياضيين منهم تاني تريكي تاني اللي راهو كل مرة يدير ميدالية يتحصل على مرتبة أولى أو ثانية في الدوري المسي ونائب بطل العالم داخل القاعة. هذا تاني ما نساوش، عدى إن شاء الله يقدر يكون بالإمكانية تاعه ويكون في يوم وإن شاء الله يقدر يتحصل على نتيجة إيجابية. المولى تاني كان عنده تاريخ في هذا وتقاليد في هذا الرياض 800 متر، سجاتي اللي عنده أحسن نتيجة عالمية من 3 أيام 4 أيام تحصل على أحسن نتيجة عالمية دقيقة و41 و56، بعدها 3 أيام دقيقة 41 و46، وهذا يعني يحفزهم باش يكونوا إن شاء الله عندهم من الناحية البسيكولوجية هم أحسن من عدائين آخرين، باسكو يعني تلقى 4 عندهم نفس التوقيت بلي ديزيام برك، لكن من الناحية البسيكولوجية حيكونوا عدائنا أحسن منهم إن شاء الله. نعم سخري عز الدين، وبما أنه نتحدث عن الجانب البسيكولوجي والجانب النفسي للرياضيين، أنت كنت مناجر وكذلك مدرب سابق بالنسبة للملاكمين، تحضير مهم قبل النزالات وحتى قبل خوض المنافسات محمد قنية؟ تحضير يعني الملاكمين تاعنا داروا تحضير جيد يعني بفرنسا، وأول خطرة قلت لك انتهزوا الفرصة وعندنا مدربين جزائريين مغتربين يعني عندهم القاعات أحسن قاعات على الملاكمة وفرضوا وجودهم على في فرنسا وفي بلدان أخرى، الملاكمين الجزائريين راحوا لعندهم يعني استغلوا هذه الفرصة والجزائر الجالية الجزائرية افتحت يعني الحمد لله الدولة مدت بيجي يعني مدت الأخرين رئيس الجمهورية دخل ومد لهم أم بيجي أول خطرة مد لهم أم بيجي باش يحضروا، وانا نظن باللي هذاك الرد الفعل يكون ايجابي ان شاء الله. التحضير راهم في فرنسا يعني ديجا من ناحيه المعنويات راهم سير بلاس يعني دخلوا في المنافسه عندهم براتيكمون نقول لك 8 شهور ولا هما راهم ثم دخلوا في المنافسه. كاين الملاكمين اللي داروا معاهم سبارينغ يعني في القاعات دربوا كما ملاكم قادي هذا اللي راح يلاكم الوزن الثقيل، لكن مع ملاكم فرنسي هذايا يعني لكن معاه وكاع او يعرفوا يعني مليح من الناحيه البسيكولوجيه او يعرف نقطه القوه نقطه الضغط ينقص التخوف هذاك يروح لهذاك الحاجز هذاك يروح له وكاع يعني حاجه مليحه يعني انا نظن من الناحيه البسيكولوجيه منك راهم في معنويات كثيره ان شاء الله يعني راهم الله يبارك. وانا متفائل أنا متفائل للزوج هذوك لأن كيش تراحوا طولوا وقعدوا تما الله يبارك. كاين حاجة ثانية نتفائلوا عليها بين قوسين قبل ما نكمل هذا، نشكرك كذلك في الملاكمة كاين الحكم الدولي مكريطاري سيد علي أول جزائري اللي مشى للألعاب الأولمبية يعني حكم دولي رقم 1 نقول لك نقدر نقول لك رقم 1 في العالم يعني هذيك. أنا زمان كانت الكولسة كي كانت لايبا يعني جمعية الملاكمة تاع الهواة كانت نقول لك كان فيها عصابة والله عصابة يعني قصات العديد من الرياضيين الجزائريين خاصة الجزائريين والجزائريين ماشي على هما كان بن شبلة بليسي يوصلوا دائما ربع نهائي ما يزيدوش 4 خطرات يكراسي رقم 5 وانا على بالي على الكولسة كانت تلعب دور كبير والجزائر ما لازمش كانت ما لازم تفوت من 2000 ما لازم تفوت معقبين على جال رئيس الاتحاد الافريقي لما سانتش هذاك الرئيس تاع لايبا هو وتاع فرنسا فيرغوني كان رئيس الاتحاديه تاع فرنسا ثاني كان معقب تبدلوا جا ابراهيم مسلون البطل العالمي يعني في اولمبي وعالمي
راه هو على مستوى الاتحاديه، عرف كيف جاب واحد ما في العاب اللي فاتت تاع ريو دي جانيرو فرنسا دات 6 ميداليات، زوج ذهبيه زوج فضيه زوج برونزيه، وهذه الكولسه هذه تما كولسه ما كاش في الاخر ما جابوش كي راحوا لطوكيو ما جابوش. هذا المره دوك في بلادهم الشيء غادي تبدلت، دوك كانت لايبه دوك ماشي لايبه دوك الورد بوكسينغ، لان السي او هذا اللجنه تاع واش هذه الاولمبيه اللجنه الدوليه الاولمبيه ما استعرفش باللايبه، نحتها دارت صيغه واحده اخرى اقصيت من الالعاب الاولمبيه، جابوا هذه الورد الاولمبيه الدوليه هي اللي تتحكم في هذه الامور، هي اللي تتحكم في الرياضات. دوك اقصيت لو كان مازالت لايبه اما خلي ما طرحش لكم، هذه لافونتاج لينا اللي تساير. ودوكا رايحين يطلبوا من الاتحاديات قبل 2025 باش ينخرطوا كاع في المنظمه العالميه دي وورد بوكسينغ من امريكا، يعني ينخرطوا باش يعودوا اليكم، لان كثير كثير فيها دراهم فيها يعني ممولين فيها هكا، يعني على هذيك امور تتعدى الجانب الرياضي. ها امور تتعدى الجانب الرياضي، تتعدى الجانب الرياضي. وانا قلتها من الاول، قلتها كي داروا وورد سيري بوكسينغ وبعدك داروا لا بي بي كيفاه، انت هاوي تروح الاحتراف، دار نصف الاحتراف بعد دار الاحتراف ولا غير هما، يعني يحبوا الملاكمين تقدر تكون ملاكم محترف وعاد تولي هاوي. العاب الاولمبيات وين هذه؟ وينها؟ هذاك السبه اللي خلات الملاكمه ما عندهاش قيمه دوكا في العالم. نعم يعني دوك بالك ربما هذه تعاود. نعم محمد قنيف، سنواصل أيضا الحديث عن الملاكمة وباقية الرياضيين كما تحدثنا على ألعاب القوى، أم الرياضات التي كانت الحصيلة الأفضل والإيجابية في الأولمبياد الأخير بريو دي جانيرو وكذلك بلندن قبلها وبعدها كانت في طوكيو، كانت الخروج بالنسبة للجزائر خالية الوفاض. ماذا ينقص رياضة ألعاب القوى من أجل التألق في هذا الأولمبياد صراحة، سواء كانت من جانب الأرقام ولا التحضيرات ولا بعض من المعايير الخاصة بالنسبة الرياضية؟ نعم نرجع شوية للوراء، سنة 2000 كانت أحسن نتيجة للميداليات بالنسبة للميداليات في رياضة ألعاب القوى، هي نورية بنيدة من راح ميدالية ذهبية، سعيدي سيف ميدالية فضية في 5000 متر، 800 متر جابير سعيد قني جابير، وعندك محمد عبد الرحمن في الوثب العالي. هذه يعني كانت احسن مشاركه، وقبلها اتلانتا كان نوردين مرسلي، وقبلها برشلونه كانت بولمرقه حسيبه، وكانوا عدائين ثاني لحقوا النهائي مثل عبد النوز رضا مثل ماضي نبيل مثل نجم في 800 متر، كانوا بزاف عدائين يعني كانوا في المستوى العالي. ما ينقص يعني هاد الرياضيين باش يكونوا يتألقوا في المستوى العالي، كاين إمكانيات بين مادية، كاين استراتيجية لازم توضحها الاتحادية وكذا الوزارة. دونك يعني ما عندناش استراتيجية، عندنا صح بيجي للتحضير لكن استراتيجية ما كانش، لازم نعاودوا نرجعوا استراتيجية لكل الرياضات ممنهجة تكون عندها أهداف مسطرة مدى القارب مدى المتوسط ومدى البعيد، باش تكون هناك عندنا قال 2028 يكونوا عندنا زعما 5-6 ميداليات، 2032 عندنا نقولوا 6 ميداليات ولا 7، هذه يعني بالتخطيط وممنهج وتكون يعني علمي ويكونوا فيها يعني ناس كفاءة وفي لو دومان تاع الرياضة المستوى العالي. نعم وعدنا ثمان رياضيين في ألعاب القوى، جمال سجاتي في 800 متر، سليمان مولا، محمد طاهر، ياسر تريكي في الوثب الثلاثي، محمد قوانت في 800 متر، أمين بوعناني في 110 متر حواجز، 3000 متر حواجز بالنسبة لبلال ثابتي، وكذلك أسامة الخنوسي في رمي القرص، وزهرة تطار في رمي المطرقة. نقول ثمان رياضيين، هل هو العدد نقول هناك إمكانية حتى بالنسبة لجمال سجاتي في نيل الميدالية؟ شوف احنا بإذن الله احنا لو كان أمور تمشي حسب يعني الإمكانيات تاع العدائين تاعنا احنا إن شاء الله نتمناو ميداليات، لكن مأمورية ما هي سهلة، المستوى العالي مو سهل، كانوا عدائين كان عندهم أحسن
نتيجة عالمية، ويعني صار لهم مشاكل. ناخذ بعين الاعتبار نور الدين المصري في 92 كان رقم واحد عالميا، لكن المنافسة كانت تكتيكية، يعني غلقوا عليه في 200 متر الأخيرة، ما قدرش يخرج من الكوكبة من الرواق، حصل على المرتبة السابعة. سمانتين أسبوعين من بعد حطم الرقم القياسي العالمي في 1500 متر. لهذا يعني لي كورس تكتيك هذوما فيهم دي بياج. احنا نتمنى إن شاء الله العداء انتهوا، علاش قلت لك لازم يكونوا في النهائي. أول حاجة يكونوا في النهائي، وبعدها لازم ما يغلقوش عليهم. وتو ديبون لي زيليميناتوار كيفاش يكونوا. ممكن يعي ويتعبوا العداء تاعنا، يعطوهم بإن 43 ولا دقيقة 43 في دمي في كادو فينا دمي فينا فينا يلحق عيان. لهذا ما لازمش يدخلوا في اللعب تاع السرعة، يعني لازم ياخذوا بعين الاعتبار لي كورس تاعهم يكونوا تكتيكية، ويعرفوا كيفاش يوظبوا الإمكانيات تاعهم والمجهودات تاعهم باش يكونوا في النهائي، يكونوا يعني في فورما جيدة. حضرين نفسهم. البطولة العالمية اللي فاتت إبويزوهم، جازوا كيما مولاه جوزوا إن 44 إن 44 لحق لا فينال لحق عيان. سجلتي كذلك. وهما يقدروا كيما الكينيين عندهم ثلاث عدائين، كاين الفرنسيين عندهم ثلاث عدائين، إثيوب يسترجعوا قواهم. قادرين يضحيوا بواحد باش السيري تاعك يديها، يعني يديها بريتم مرتفع ويعيوك. لهذا احنا ان شاء الله نتمناو يكونوا في النهائي، ويكونوا بلياقه بدنيه، يكونوا في فورما جيده. احنا نتمنى ان شاء الله الى يلحقوا اون فورم في لافينال تكون ان شاء الله ميداليات باذن الله ان شاء الله. نعم، وبما انه تحدثنا عن الحيله في الرياضه، حيله نقولوا الخبره عند البعض من الرياضيين، وحتى الملاكمه وباقي الرياضات تحتاج للمعلومات، التفاصيل هي اللي تخليها تتجاوز بعض المعارك الاخرى. التفاصيل هي لا كونسونتراسيون، يعني الملاكم يكون ثابت روحه ويكون عنده همزه وصل هو والمدرب تاعو. يعني الخطه هذيك يديرها قبل ما يطلع فوق الحلبه، يعني يكون درس الخصم تاعو مليح، درسوا يعرفوا نقطه القوه نقطه الضعف تاعو. هذه هي يعني انا نظن يعني خاصه في الملاكمه اللي يكون مثبت روحه يعني ويكاردي سون فروا، هذاك هو اللي راح ينهي المنازله يعني اللي صالحه، يعني لان القلق ولا هذا كاع ما. وانا بودي حبيت قبيلات ما انتهز الفرصه باش نرحموا على حسين سلطاني الله يرحمه. هو الوحيد الملاكم الوحيد اللي حاز على زوج ميداليات ذهبيه، زوج ميداليات اولمبيه، واحده ذهبيه وواحده برونزيه. يعني الله يرحمه الله يوسع عليه. من هذاك الوقت ما زادش يعني مدرسه سلطاني، يعني مدرسه بودوا، يعني خرجت عده ملاكمين الحمد لله يا ربي. انا بغيت هذه السياسات تتبدل على مستوى الاتحاديه، تتبدل ويمدوا دي بول يعني بجايه بومرداس هذه بودوا وكاع راهم يخرجوا ابطال، راهم يخرجوا ابطال، على ما يكملوش. كنا بكري بوفيري كانت تخرج ابطال، من عهد بن كشمي خلاص بوفيري، يعني كاين الكرم مع عين المان عين عزال في سطيف كاين مناطق لديها مناطق هذيك عندهم كيما رفع الاثقال في باريكا يحيى حيوي كل كاين مناطق عندهم مختصه، ولا البرجات قال كره الطائره، ولا يعني كاين مناطق. انا نظن عاود يولوا لهذه الطريقه، ودركا وجدوا 2028 توجدها من تشكيل لجنه خاصه. تشكيل لجنه خاصه من اجل اكتشاف هذه المواهب. كاينين مثلا نحكي لك في الملاكمه، عندنا فريق وطني تاع ليكادي، يعني خرجوا ابطال الجزائر، داروا المدربين داروا لهم لي ريكورفون، جاو يروحوا لبطوله العالم ما عندهمش بيش. بطوله العالم في البرازيل خليه ما يخسر، خليه يشارك. راه كادي بريميراني، كادي ديجيماني، باك جونيور بريميراني، جونيور باش يبني سينيور، خليه يشارك، ما عندهمش مشاكل باش يشارك. الامكانيات يعني علاش الامكانيات يعني هذوك الكادير قاعد ما يشاركوش، دوك يبنوا جونيور يديروا تربش مغلق، خليه يدير له ام بي جي. وانا درك نقول لك على 4 سنين توجد البطل، توجدوا درك ماشي العام التالي، ماشي 2024 باش نخرجوا ابطال.
خليهم وجدهم وجدهم وخليهم. هادو اللي راهم درك عليك كيما رميشة وإيمان خليف هم شاركوا في ألعاب طوكيو شاركوا ومقبل ما كانوش متأهلين ألعاب طوكيو شاركوا وهذا المرة زادوا شاركوا هم داو خبرة في ألعاب طوكيو. هذا المرة إن شاء الله النتيجة يعني ستري سبورتون مشاركة خليهم يداكموا خليهم يروحوا تعاود تولي المدرسة الجزائرية تعاود تولي كما كانت زمان. الكوبا واش الفرق بينهم وبينا؟ عندهم ملاكمين عندهم خطة تاع التدريب عندهم بك احنا نقعدوا هكذا ما كاينش بيجي كان بيجي فهمت كيف كان بيجي شوف فريق كرة القدم برك شحال يصرف يعني في المشوار تاعو تاع العام هذا شحال يصرف لكن تصرف الملاكمة كاع الملاكمة بسطة تاعها بكذا ما يسواش من با الربع تاع فريق كرة القدم يعني هذه نتمنى أن يشوفوا بعين اعتبار هذو لي كادي وهذو لي سينيور المدارس هذه يعني تكون سياسة على مستوى الاتحادية وكا لازم تكون مرافق ضرورية خاصة من ناحية المادية يعني الحمد لله هذه واش حبيت نقصد. نعم محمد قنيف وعز الدين صخري سنتابع هذا الموضوع الخاص بأولمبياد باريس وبعدها لنا عودة. تحية مجددة إليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامج على المضمار الخاص بالأولمبياد. سنتابع الآن القائمة الخاصة بالرياضيين الجزائريين الذين سيشاركون في الألعاب الأولمبية بباريس. البداية بألعاب القوى التي ستتشكل بالرياضيين في مختلف التخصصات جمال سجات سليم المولى ومحمد دقوند في 800 متر محمد الطاهر ياسر تريكي في الوثبي الثلاثي محمد أو أمين بوعناني في 110 متر حواجز بلال ثابتي في 300 متر حواجز أسامة الخنوسي في رمي القرص وزهرة طار في رمي المطرقة الملاكمة بخمسة رياضيين رميس أبو علام وإيمان خليف وكذلك حاجيلة خليف في الملاكمة الخاصة بالسيدات ويغرطايت بقى ومراد قاضي في الملاكمة الخاصة بالرجال المصارعة اليونانية والرومانية ستكون هي الأخرى حاضرة بخمسة رياضيين عبد الكريم فرقات إسحاق غيو عبد الكريم أوكالي بشير سيد عزارة وفادي رواباح وفي المصارعة الحرة ستتشكل المصارعة الجزائرية بثلاثة مصارعين فتح بن فرج الله ابتسام دودو وشيمة فوزية عويسي. رياضة الجودو هي الأخرى ستشكل المشاركة الجزائرية بثلاث رياضيين محمد مهدي ليلي في وزن أكثر من 100 كيلوغرام إدريس مسعود في وزن أقل من 73 كيلوغرام وبالقاضي أمينة. أما تنس الطاولة ستتشكل بثنائي مهدي بولوسا وليندا الغريبي الرماية هدى الشعبي سمير بوشير بوكوسيلة عدول. المبارزة بالرياضيين سليم هروي في الرجال وحسام سعيدات سوسن بوضياف زهرة كحلي كوثر محمد بالكبير وعبيق بوناب حسب الفرق الوطنية الخاصة بالسيدات. التجديف بالثنائي الذي سيسجل هو الآخر رقما جديدا سيد علي بودينا الذي سيدخل في مرحلة المشاركة أخرى في الأولمبياد بعد ريو دي جانيرو وطوكيو. سيد علي بودينا في قارب وزن خفيف ونهاد بن شادلي في قارب وزن ثقيل. دراجات بالثنائي نسرين هويلي وياسين حمزة. السباحة بجواد صيود ونسرين مجاهد. البادمينتون بالزوجة المختلطة كسيلة وتانيا معمري. التجديف بكارول بوزيدي في الكاياك سلالوم. الجمباز بكيليان مور التي يعلق عليها الكثير من الأمل بالنسبة للجزائريين. الملاحة الشرعية رامي بودروم ورفع الأثقال وليد بداني. أسماء الرياضيين الجزائريين هذه القائمة الخاصة بالرياضيين الجزائريين الذين سيشاركون في الألعاب الأولمبية بداية من يوم غد السبت في مختلف التخصصات. عز الدين صخري كانت أمامك القائمة الخاصة بالرياضيين تعليق أولي على هذه القائمة التي ضمت عدة رياضيين في مختلف التخصصات الرياضية منهم من تعلق عليهم الأمل بسبب الخبرة نقول الخبرة كبيرة والنتائج المسجلة في الأونة الأخيرة وآخرون يبحثون عن التألق وكتابة تاريخ في هذا الأولمبياد. إحنا إن شاء الله يكونوا مفاجآت في الألعاب الأولمبية دائما يكونوا مفاجآت ليكون ما كناش نستناهم وجابوا ميداليات. بالك بداني وليد هذا إن شاء الله
ممكن يقدر يتحصل على حد ولو ميدالية برونزية إن شاء الله يقدر يتحصل. عندك نمور كينيا إن شاء الله راهي بينت في البطولات العالمية وجبت عدة ميداليات، إن شاء الله تكون في منصة صغر سنها، إن شاء الله صغر سنها وعندها تجربة في المستوى العالي، حصلت على عدة ميداليات عالمية، نتمنى لها إن شاء الله تفوز ميدالية خاصة الذهب إن شاء الله. أن أبو عزارة تاع لاليوت مصارعة الإغريقية اللي ما كانش عنده يعني دي شونس في المنافسات اللي فاتوا، أنا على حسب رأيي إن شاء الله لو كان يكون في يوم إن شاء الله يقدر يكون في المنصة إن شاء الله. وعندنا رياضيين يقدروا يروحوا النهائي كما بودينا في التجديف إن شاء الله يقدر يكون مع 8 الأولين، لأنه يكون ترتيب الألف والباء. ممكن باسكو ما تنساوش النهائي راهي برسك سي تان اكسبلوا بو لي زاتلات، موش أي إنسان عداء ولا رياضي يتحصل مع الثمن المراتب الثمنية الأولى في الألعاب الأولمبية ولا العالمية، هذا مش من السهل اللي دام سموه المستوى العالي يكونوا مع الثمنية الأولين. عندنا ألعاب القوى إن شاء الله لو يكونوا تاع لونسي تاع ديسك واسمه خنوسي. مع الأخت أطار زهرة، احنا نتمنى لهم إن شاء الله يكونوا في النهائي، هذا أول مرة في تاريخ الرمي يكونوا حاضر في الألعاب الأولمبية بعد تومي حكيم اللي كان تحصل مرة على مرتبة رابعة في كأس العالم في الثمانينات، اللي يكون هو بطل كبير عنده 15 لقب إفريقي حوالي. والآخرين إن شاء الله كاين اللي كما تمنى بو عناني إن شاء الله الدور نصف النهائي إن شاء الله، لا هو يعني هو المستوى يعني اللي يقدر يلحق ليه إن شاء الله. عندنا الجوانت إن شاء الله ومولا تمنوا لهم إن شاء الله يكونوا في نهائي مع سجاتي بإذن الله. بتشوف إنه مولا ربما بعض من الفترات تراجع نوعا ما بعد الأرقام اللي سجلها في وقت سابق. مولا كان عنده ممكن كان عنده إصابة، نعم، لهذا خلته يعني بعد شوية على المنافسة الدولية، لكن استرجع اللياقة تاعو وإن شاء الله راهو في لياقة بدنية لبس بها وتكون حسنة إن شاء الله جيدة. إن شاء الله نتمنى له إن شاء الله يكون في المستوى المطلوب. عندنا تبتي بلا إن شاء الله لو يلحق مع 15 الأولين في النهائي إن شاء الله راهي تكون حاجة يعني لبس بها ومشرفة، يعني لأن المسافات نصف طاولة وطاولة مستوى عالي وسيطروا عليها الأفارقة الإثيوبيين والكينيين والأوغانديين وحتى الأوروبيين راه بداوا يسيطروا، النرويجيين وأمريكيين وكنديين يسيطروا في هذا الاختصاص. حوالي 5 سنوات الأخيرة شفناهم يعني يسيطروا في هذه الاختصاصات النصف طويلة والطويلة. وجمع سجل سجاتي تكلمنا عليه إن شاء الله واحد. إحنا إن شاء الله ربي يحفظهم من العين ويحفظهم كلهم من العين إن شاء الله، وشرفونا وشرفوا الجزائر، ما لازمش تضغطوا عليهم بزاف لان الضغط مهم ساعات يكون سلبي، احنا ان شاء الله يكون ضغط ايجابي ويكونسونطريو على الكومبيتيسيون تاعهم، وخاصه يعني المشجعين يخليوهم يكونسونطريو خاصه قبل المنافسه، يعني من باب النصيحه ان شاء الله يتوجوا ومن بعدها ان شاء الله الفرحه تكون فرحه ويهضروا معاهم يسينيو الاوتوغراف، مي يعني ما لازمش ياخذوها بالجانب السلبي، حد خاصة المشجعين كيما يجاوبوش معهم الرياضيين هذو ما راهم يكونسونطريو، يعني مسؤولية مش سهلة كي تكون رياضي، يعني عندك مسؤولية صعيبة ورفع رواية 45 مليون يستناو فيك، وحتى العرب هم يستناو فينا، حتى كاين محبين تاع الجزائريين كل أنحاء العالم راهم يشجعوا فينا ويتمناو الجزائريين يكونوا في المنصة، يعني إن شاء الله احنا نتمناو وندعو لهم إن شاء الله ونطربوا كل جزائري إن شاء الله يدعوا الرياضيين تاعنا باش يكونوا في المستوى المطلوب ويحصلوا على نتائج إيجابية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله هذا ما نتمناه عز الدين صخري، بما أنك تحدث عن جميع الرياضات، وكذلك محمد قنيف سيتحدث عن الملاكمة، لعب القوى، الجمباز وعديد الرياضيات أو الرياضات عفوا التي تبحث عن التألق في هذه الأولمبياد. نظن كما الجمباز هذيك المغتربه اللي راهي
نمور ولا كيليان نمور هذيك آه. انا نظن هذيك ميداليه يعني ذهبيه فرضت وجودها في بطولة العالم يعني في بطولة اوروبا في بطولة فرنسا يعني الحمد لله هذيك كاينه ثاني واحد رياضيه دير الاسكريم سوسن بوضياف هذيك هذيك ثاني يعني الامل متوقع عليها يعني باش تحصل على ميداليه اولمبيه العاب القوه انا نظن على الاقل زوج يوصلوا للنهائي ويجوزوا لهذا التالي اللي كان مولا وكان سجاتي هذا سجاتي هذا الله يبارك يعني حقق رقم مليح المره اللي فاتت وتاهل بها احسن نتيجه عالميه فوالا احسن نتيجه يعني حاجه احسن نتيجه عالميه لكل الاوقات الحمد لله هذا امر مهم يا سيدي هذا هذاك عندنا تاع رفع الاثقال هذاك بداني وليد بداني هذاك يعني الله يبارك راه ينافس الكبار والعام هو يحضر يعني ويحضر ويحضر انا نظن هذاك ثاني راح يدير مفاجاه حنا واش نقول في الملاكمه عندها ديريكت البنات هذوك الويتيام دو فينال حد يقول انا حظ مليح اللي ربحت الويتيام تروح للكارد دو فينال الربع نهائي الربع نهائي خلاص لا ميدالية مضمونه ميدالية مضمونه وراح يبداو في هما اللي يبداو هذا عندنا واش اسمه هذاك قاضي يبدا يعني يبدا في السازية الدور 16 يعني امام مولا كونفيرنسي هما الاخرين كاع الدور الثمانية النهائي يعني عندنا حظ عندنا حظوظ في الرياضات الاخرى نظن جيدو ثاني جيدو كاين واحد حاب ينسحب مانيش عارف راح يطيح يعني سننتظر القرارات بالنسبه او يستنى القرارات بالك ما يسحبش هما راهم يقولوا يشارك وان شاء الله يشارك ويفوز ويفوز باش يطلع الرايه الوطنيه وما ان شاء الله انا هذه كاين واش اسمها هذيك هدى ما راحتش يعني راهي مريضه ما راحتش وانا نظن انا هنايا الوفد يعني العقليه تبدل على نطلب من وزاره الشباب والرياضه ونطلب من اللجنه الاولمبيه يعني تراجع امه تكون عندها لغه الحوار يعني لغه الحوار ولاد الجزائر هذو راهم باغيين ينجحوا الرايه الوطنيه يعني ما نديروش اقصاء ما نديروش نلموا الشمل نلموا الشمل رئيس تبون يقول لموا الشمل جيبوا انا احنا نقصوا الناس الاقصاء هذيك ماشي مليح خاصه رانا في فرنسا وحنا مع فرنسا بعد 62 سنة دينا الاستقلال عاودنا ولينو في بلادهم وان شاء الله الراية الوطنية تطلع في فرنسا وبخصوص الملاكمين الجزائريين عندك يوغر طايت بقى سيواجه الفائز بين الكوبي الفاريس بوركس وجونيور من بايو وغينيا الجديدة منافسة صعبة على يوغر ما ولو تحضير جيد يعني خاصة من ناحية الذهنية يعني شوف تحضير لكن هو راح المستوى عالي راح في المستوى عالي كان غير بطولة افريقيا ولا بطولة ابيض متوسط ولا يعني ما داروش دي تورنوا كبار يعني دورات وين كان يعني الاحتكاك ولو ينهزم معليش احتكاك عالمي الاحتكاك عالمي هذاك يعني ما اول العاب اولمبيه وراه شاب راه صغير يعني عنده امكانيات هو قادر نقول لك عندهم امكانيات التحضير دار التحضير جيد يعني يطيح مع وكونتر كي يطيح مع ملاكم كوبيين يلاكموا يعني ما تخافش منهم يعني عندهم تقنيات كما الجزائر احنا عندنا مدرسه جزائريه مدرسه تابعة كوبيه كوبيه يعني ما تخافش منه يعني اللي يكون الذهن تاعو مليح هذاك هو اللي غادي يفوز فهمت هذه هي الخطه جيد وكذلك ابو دو موانت سيواجه الجزائري قاضي مراد فرنسي قاضي مراد لك مع ملاكم فرنسي في الوزن الثقيل نعم يعني شويه انا مانيش خايف على الملاكم الخصب كما خايف على الكولسه صح لان فرنسا الكولسه تكلمنا عليها هذيك اللي هاني خايف لكن فات الملاكم هذا اربلي روح اربلي ميداليه اصير ان شاء الله لكن فات الفرنسي
إن شاء الله. والسيدات كذلك إيمان خليف وحجيلة وكذلك رميسة بوعلام، حضور قوي بالنسبة للسيدات في هذه الأولمبياد؟ حضور قوي، يعني أنا نقول الزوج عندهم تجربة على المستوى العالمي، هذا هو الألعاب الأولمبية اللي لازم يدوا لي ميدان إن شاء الله، يدوا لي ميدان. حجيلة لكن حجيلة خليف لا يعني ملاكمة شابة، ملاكمة ذات طموحات عالية، أول مشاركة في ألعاب الأولمبية، أنا نظن يعني راح توصل وتكون إن شاء الله مفاجأة. هي تكون الدور 16 في المنافسة؟ لا لا، 16 سربيا. لا أمام سربيا في الدور 16 هذاك الساس. تدخل فيها في المنافسة؟ تدخل تفوز، أنا نقول لك تفوز وتجوز، تجوز ثمانية نهائي، الآخرين يعني أغلبية تاع الخصم تاعهم لاكموا معاهم في الدورات. يعني كما رميشة كما إيما خليف لكموا مع هذو الملاكمين إلا هي اللي راهي ابتداء، وهذا ما نتمناه إن شاء الله في الألعاب الأولمبية. بعد قليل سنقدم لكم. نعم محمد طه تريكي تكلمنا عليه من قبل يعني إحنا إن شاء الله لو كان يكون في النهائي يكون عنده لياقة بدنية جد يعني عالية ممكن يدير مفاجأة إن شاء الله. ياسر تريكي لأنه يعني تعرض في الإصابة في الفترة الأخيرة وبعدها عاد واستعاد اللياقة تاعه وتحصل على المرتبة الثانية في الملتقى المصري الأخير. نتمناو له هنا ثاني هو إن شاء الله يكون في المنصة إن شاء الله التتويج إن شاء الله. إن شاء الله. بما أنه تحدث الآن عن الألعاب الأولمبية سنتحدث عن الجانب التنظيمي والتخوف الكبير الذي سبق حفل افتتاح الأولمبياد، وهو الذي انطلق على الساعة 6:30 بتوقيت الجزائر. كان هنالك شلل كبير على مستوى السكك الحديدية أو الحديدية حيث أثرت الهجمات على السكك الحديدية على سير الجانب التنظيمي لهذا الأولمبياد، وهو التخوف الذي يبقى كبير. كما كانت السلطة الأمنية الخاصة بفرنسا حيث وضعت الطائرات الدرون الخاصة من أجل التسيير الجيد لهذه السكك الحديثية ومتابعة كل التفاصيل الخاصة بالأحداث الأخيرة التي كانت بمختلف السكك الحديثية. محمد قنيف، تخوف كبير خلال هذا التنظيم للأولمبياد صراحة؟ ولابد تخوف كبير لأن كل الأنظار متوجهة لباريس، يعني الألعاب الأولمبية العالم كامل يشوف يعني أي. وأنا نقول لك باللي من ناحية الأمنية عندهم شحال باللي خضوا يعني الإجراءات الأمنية، يعني عندهم كثير من خضوها يعني، وهذه سبب، هذا هو السبب اللي خلى يعني السكك الحديدية أو الطرقات أو كذا يعني من ناحية الأمنية صعبة شوية يعني. إن شاء الله ما تأثرش الرياضيين، الوفد الجزائري إن شاء الله ما يتأثرش بالآخر. هذا إحنا رام في ظروف جيدة يعني، يبقى الجمهور، هذا الجمهور اللي رانا نشوفه فيه يعني اللي رام متعطلين وقع جاوا يشوفوا يعني يشوفوا الألعاب اللي في عدة يعني قاعات لي يمشوا. ما نشكش أنا بلي يكون كاش حاجة. نعم، سنتابع هذه الصورة الخاصة من فوق باريس، الرادار الخاصة بتجول الطائرات من على العاصمة الفرنسية باريس الخالية من الطائرات خلال حفل الافتتاح للألعاب الأولمبية بباريس، وذلك من أجل إنجاح هذا العرس الخاص بالأولمبياد وبمشاركة مختلف البلدان. سنتابع الآن البرنامج الخاص بالرياضيين الجزائريين الذين سيخوضون غدا أولى المنافسات في الألعاب الأولمبية بباريس يوم غد السبت. ستنطلق بالنسبة للمنافسة التجديد في المجموعة التصفوية بالثنائي سيد علي بودينا ونهاد بن شادي في السكي، فريشة طائرة البادمينتون في المجموعة التأهيلية كسيلة وتنين معمري في زوجي مختلط الملاكمة الدور 16 من المنافسة بحجيلة خليف في وزن أقل من 60 كيلوغرام، الكانوي كاياك
في دور المجموعات بكارول ديانا بوزيدي في كاياك سلالوم درجت على طريق بمشاركة الثنائي ياسين حمزة في سباق فردي ضد الساعة 32 متر فاصل 4. نسرين حويري كذلك في السباق فردي بالنسبة للسيدات تنس الطاولة الدورة التمهيدي والدورة 32 بمهدي بولوسا في فردي رجال وليندا الغريبي في الفرد سيدات والرمي في الدور التأهيلي بمشاركة سمير بوشري بمسدس الهواء أو الهواء بعشرة أمتار هي البداية ستكون. نتمنى أيضا التوفيق لكل الرياضيين سخراز دين ربي إن شاء الله يوفقهم وكل اللي عنده طموح إن شاء الله بشير يوصل المبتغى تاعه وربي سهل الأمور إن شاء الله خاصة اللي تعبوا كل اللي عنده 8 سنوات كل اللي عنده 12 سنة ويحضر لها الألعاب نتمنى إن شاء الله يشرفوا الراية الجزائرية ويرجعوا لنا بنتائج جد إيجابية وميداليات إن شاء الله باش يفرحوا الشعب الجزائري اللي عنده يعني مدة ما فرحش في الألعاب من دوريو صحيح نتمنى إن شاء الله نتمنى ذلك في تألق في جميع الرياضات دون استثناء. محمد قنيف قبل الختام كلمة بالنسبة للرياضيين بالنسبة حتى للجمهور الجزائري حتى يحفز هؤلاء النخبه الرياضيين يشجع الرياضيين الجزائريين بصفة عامة يعني كل الجالية الجزائرية اللي راهي والمغتربين العرب اللي راهم في فرنسا راح يشجعوا كثير الرياضيين الجزائريين وهذه حاجة يعني الجمعيات يعني خدموا في الجانب هذا ويوم يحثوا الجمهور باش يروح يشجع وعن طريق التشجيع حتكون رد فعل إيجابي يعني تكون ميداليات إن شاء الله. أنا متفائل والله متفائل أنا نقول على الأقل كان 5 ميداليات إن شاء الله. يعني في المجموعة كل الرياضات في الوقت وعندنا كثير ما جبناش هكذا يعني عندنا كثير ما جبناش هكذا ولكن بعد ما نجو من الألعاب لابد نديروا أن بينو يعني حوصلة أكيد هذا أمر مهم نديروا حوصلة إيجابية سلبية ونخدم منذ 2028 من السنوش إن شاء الله. شكرا محمد. لا حبيت نضيف كلمة أخيرة. نعم أنا نتمنى يعني الشفاء العاجل اللي يعني مرت خويا دارت عملية جراحية على مستوى القلب يعني نتمنى لها الشفاء العاجل نتمنى كذلك الشفاء العاجل لأخينا كادر بوطا وهاني زيدان من خنصرة وكاع العائلة الكبيرة والصغيرة والكبيرة والجمهور الجزائري. شكرا لك محمد قنيف على حضورك معنا. عزدين صخري شكرا لك على الحضور. شكرا جزيلا على الدعوة إن شاء الله نكونوا خفاف على الجمهور المشاهدين الجزائريين. نتمنى التوفيق لكل الرياضيين الجزائريين تتويج إن شاء الله بالميداليات إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك صخري. لهنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا العدد الخاص بأولمبياد باريس. نتمنى كذلك كل التوفيق بالنسبة للرياضيين الجزائريين. إلى اللقاء.